عزوف وخروقات وتشتيت أصوات، هذا العنوان يختصر المشهد في يوم التصويت الخاص للانتخابات المبكرة في العراق، مع ما رافق عملية التصويت الخاص من عزوف كبير لدى المعتقلين والنازحين، والذي كانت له أسبابه الكثيرة، ومنها ظروفهم السيئة وإجبارهم على انتخاب جهات معينة بحسب ناشطين، فضلاً عن وجود مشكلات فنية تتعلق بأسماء الناخبين ومطابقتها للمعلومات المدونة في أجهزة الاقتراع، وعدم مطابقة بصمة الناخب مع البيانات الموجودة في هذه الأجهزة. ومن بين هذه الخروقات ما نشره ناشطون من مقاطع مصورة تكشف عن عدم نزاهة عملية الاقتراع الخاص التي جرت وسط أجواء من الترويج لجهات سياسية معينة على أسس حزبية وطائفية. المالكي والله أي والقرآن ها 100% اي ومليون بالمية اي ومليار بالمية من تكفيل المالكي اي من العدل رواتبكم من العدل رواتبكم هو راحت المخصصات راحت ها والقرآن كان ابو اسراء ان شاء الله يرجع ان شاء الله وان شاء الله يرجع وان شاء الله هاي الدورة راح تنتخبوه ان شاء الله والله احنا بالنسبة لنا هنا بغداد عطوان العطواني اي وبحسب ناشطين ومراقبين فإن ما جرى خلال عملية الاقتراع الخاص يدلل بشكل كبير على أن العراقيين لا يثقون بهذه الانتخابات وبنتائجها، مما يجعل العزوف هو العنوان الأبرز فيها.